السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024، الشعبة العلمية والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات. ورسميا ظهرت نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2024 للدور الأول على جميع المواقع، إن شاء الله بإذن الله هنجيب نتيجة من موقع الدستور، ظهرت برضو أيضا على جريدة الوطن وموقع صدى البلد واليوم السابع، وإن شاء الله بإذن الله بكرة هتظهر على موقع وزارة التربية والتعليم. طيب ازاي بقى تقدر تجيب النتيجة بتاعتك بكل سهولة وبكل بساطة؟ كل لك عليها تاج على رقم الجلوس وتبدأ تضغط عليه بالشكل كده وتبدأ تكتب رقم الجلوس الخاص بيك يعتبر بطريقة صحيحة، وتحاول تتأكد من رقم الجلوس انت بتكتبه. بعد ما تكتب رقم الجلوس هتبدأ تتأكد منه، بعد ما تتأكد منه هتبدأ تضغط على كلمة يعتبر النتيجة، هيبدأ بعديها في ثواني يظهر لك النتيجة. لو الموقع عليه تقل هيبقى فيه تقل في الموقع شوية، وممكن النتيجة تظهر يعتبر بعد يعتبر ثواني معينة، ممكن تقعد معاك نص دقيقة. انت استحمل لحد ما النتيجة تظهر معاك. النتيجة دي كان خاص بطالبة، والطالبة دي يعتبر كانت بعتت لي رقم الجلوس وقالت لي مصر بالله عليك تجيب لي النتيجة، وجبت لها النتيجة. ده خاص بطالبة اسمها لافين، يعتبر طالبة ثانوية عامة وحصل على 63 54%. وبكده يكون عرفنا ازاي نجيب نتيجة الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024. بالمناسبة الطالبة دي شعبة أدبية. دمتوا في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.